تسأل أيضاً عن حكم أخذ المرأة للعقاقير من أجل منع الحمل لكونها كبيرة أو مريضة. الحمل مطلوب وجوده ومطلوب السعي لحصوله، لأن فيه تكفيراً للأمة وفيه تحصيل ولأن فيه تحصيلاً للذرية التي يكون فيها نفع للإنسان في حياته وبعد موته. فمهما أمكن طلب الحمل وطلب الذرية فهو أمر مطلوب ومراقب فيه من قبل الشارع. أما إذا اقتضى الأمر تعاطي ما يمنع الحمل لأسباب صحية ثابتة، يكون المرأة مثلاً يحصل لها خطر أو تتعرض لخطر في حياتها إذا حملت، فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان يترتب على الحمل خطر على حياة المرأة وقرر ذلك هيئة طبية أو جماعة من الأطباء الموثوقين، فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل في هذه الحالة من أجل الضرورة. أما منع الحمل من أجل الرفاهية فقط أو من أجل كراهية الأولاد فهذا أمر لا يجوز ولا يقره الشرع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.